الأورس كل شبر منه يحكي قصة بطولة صنعها رجال صدقوا ما عهدوا عليه الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ومن بين هؤلاء المجاهد البطل عمي مزياني الأخضر المدعو بالأخضر ليشار، والذي كتب اسمه بأحرف ذهبية في سجل المجد. ونحن في غمرة الاحتفال بالذكرى الفاتح نوفمبر نتعرف وإياكم على مسيرة كفاح ونضال هذا البطل، والذي رغم تقدمه في السن ومرضه إلا أنه لازال يتذكر كل التفاصيل وحتى الدقيقة منها وكأنها وقعت بالأمس. الأخضر ليشار، والذي كان العدو الفرنسي أنذاك يضرب له ألف حساب، ولد سنة 1937 بقرية غاسيرة ولاية باتنا. امتلك منذ الصغر رؤية واضحة لأبعاد وعدالة القضية الجزائرية، مرحبا بك كلش سنة الرحمة الرحيمة. بالنسبة لأول نوفمبر 54 ما تعرفش كما تعرفهم، ما يعرف تاريخ المؤرخين، فرنسا احتلتنا منذ 130 سنة، لكن الشعب الجزائري ما رضاش بهذا الاستعمار هذا، بدأ ثورات، ثورة بعد الثورة بعد ثورة بالثورة، وبقى النظام هذا يسير في بحث الأدمغة تاع الجزائر، العلماء والزعماء، بقى هكذا. بقى النضال يسير قبل نوفمبر، كاين حزب البايون، حزب الشارع، كاين كذا، بداو يخطوا حتى جا الوقت اللي كتب فيه رب العالمين باش ندار الثورة. قبل ما تندار الثورة، هذوك المناضلين اللي يفجروا الثورة اجتمعوا، قال هذا جماعة هذو اللي طالب كما حزب هذا تاع مصالح الحال اللي كان يقول لهم ماذا موافقش على الثورة الثور، ما كانش ضربوا ضربوا ما حبوش يرد ما حبش يرجع للطريق، قرروا جماعة 22 باش يفجروا الثورة. كيف يفجروا الثورة؟ قالت ما أخذ بالسلاح، ما أخذ بالسلاح لازم يشترط بالسلاح. اجتمعوا داروا التخطيط كيف رايح تقوم الثورة بالعقل بالعقل، ومن بعد ولاو اجتمعوا ستة قادة، عجلوا ستة قادة منهم قائد الولاية الأولى تاريخ الله، وقائد الولاية الثانية شمال قسطنطينة، وقائد الولاية الثالثة تيزي وزور من هذه، والرابعة الجزائر العاصمة وما جاورها، والخامسة إلى آخره. داروا هذا القوات هذا القادة هذه عينوهم كل واحد يتحمل المسؤولية تاعهم، اجتمعوا في بعضهم بعض الستة هذو، قال كيف نديروا الثورة؟ أجا بالنسبة للأورس كان فيه خارجين على نطاق فرنسا، سميوهم درك في ذيك الوقت منافقين، خارجين نظام فرنسا حاكمين الجبال في الأورس. هذوك المنافقين هذو كونوا جيش التحرير الوطني بالعقل، يدربوا السلاح ويديروا في الأماكن الخفية على عيون الاستعمار، يدربوا في المجاهدين ويدربوا في المناضلين ويخدموا في الشعب ويوعيوا في المناضلين الحقيقيين، حتى جوم قال كيف نديروا الثورة؟ أيا نديروا الثورة بصح تبدا في الأورس،
آلاف الأورس التضاريس نتاعها، يعني أماكن نتاعها واعرة، فيها الجبال فيها وفيها مناضلين قبل الثورة كانوا ساعة ساعة يناوشوا مع فرنسا. قال الأورس أي تاع السمسم بريد رحمه الله وهم في الجر ثورة في الأورس، تعهد لهم قال لهم نحمل الثورة في الأورس لمدة شهور، أنتم ما خدموا هكذا، خدموا الشعب، ناضلوا، لموا السلاح، لموا الاشتراكات، إذا نجح راكم تجروا الثورة، إذا ما نجحش يا أخي نبر بالعالمين نجحت الثورة قبل 6 شهور، نجحت انتصرت انتصرت في ربوع الأورس، ومن بعد ولا انتشرت في الوطن كامل مثلا، لكن الكفاح المسلح قريب أكل منحصر في الأورس، حتى 56 باش يجي مليح طارت دوريات اللي مشى في القبائل ولاية الثالثة، مشى دورية باش يوعي الناس يقول لهم يلاه اللي معانا رانا مسركلين رانا مخنوقين من طرف فرنسا، وداروا الدورية مشات لشمال قسنطينة على طارق قالمو شكي كذا وكذا، اتصلوا بالقادة نتاع الولايات ولاو داروا الثورة كيما وقع في شكي كذا كيما وقع في الولاية الثالثة، وقعت الثورة واسمه انتشرت الوطن، لكن بقوة كان فيت الناشد الوطني قال أول نوفمبر رفع عن السلاح والشعب هنا راضي الكفاح، ثارت الثورة وانتشرت ومشات وروح من هذا النوع هذا، بالرغم من أن المكايد نتاع فرنسا، من بالرغم من الحصارات نتاع فرنسا، من بالرغم أن تجمعات السكان باش ما يتصلوش بالثوار، باش ما يتصلوش بالمجاهدين، درت جميع الوسائل، ولكن الله سبحانه وتعالى وإرادة المجاهدين انتصروا. انتصروا بالرغم من دسائس الاستعمار في كل حاجة، أجا وديو نقطة مهمة ياسر، كاين بعض الأذناب يقولوا فرنسا أعطتنا الاستقلال، نحيوا هذه الفكرة من دماغ بعض الشباب الطايش، حاشا الشباب الجزائري كاينين شباب يغنيو يقولوا يعني من دومة بعض الأذناب تاع فرنسا غرسوا فكرة هذه، قال لهم يقولوا هو اللي عطانا استقلال الجزائر، لا لا ما كانش اللي سلط العذاب الأكبر والحصار الأكبر إلا بعد ما جاء يقول أول دنا تكوين الجيش تاب اللونيس في الصحراء وداروا الترشيط، نقولوا في ذيك الوقت براسون جمال غطى الجزائر كلها بعسكر هاك دود تجارات إشارات، لكن حنا حذاكا والإنصار من عند رب العالمين فرجنا مجموعات بكري نظهروا رواحنا ونديروا القوة نتاعنا ونديروا الانبيسكتات ونواجهوا المعارض، ولكن كي جا الحلف عندنا درنا تقسيم المجاهدين، انت تعرف جهة دي معك 4-5 هذا كذلك هذا يعرف هذا، درنا هذا التقسيم هذا افشل في البرس الجمال هذا افشل الحلف هذا، ولا دار الحلف الاطلسي مشت دارت نشيط الجزائر بقوة عظيمة، العظمة الا لله، قوة اللي ما تقدرش تصورها تاع الحلف الاطلسي دود خلقوا رب العالمين باش يقريوا الثوار يقضيوا على الثوار، ولكن الله اراد
انتصار وتكوننا وعدنا نناوشوا العدو ودائما نقولوا له من مرة نقولوا له أنا فيه يعني نضربوا العدو ونهربوا ما نقينوش رواحنا بقوة بالعقل بالعقل انتصرت الثورة الجزائرية والحمد لله أوصي الشباب أوصي الشباب يحافظوا على الأمانة لأنها تسقط بدماء الشهداء ودماء المجاهدين وعرق المجاهدين وعرق المجاهدين والتعب اللي قاسيناه من الحفا والعلا ما عندناش معسكر في الجبال ما عندناش كوات استقر لا السماء هي الغطاء والارض هي الفراش ما نبالي ولا السب تاع الثلج ولا المطر فديك الوقت امطار كانت ثلوج كاين كذا ولكن حنا واجهنا هذه الساعه والحمد لله تحقق الامانه وتحقق الامنيه والحمد لله رب العالمين نشوفوا الشباب تاعنا راهو كيف مزدهر كي تشوف استعراض كيما هذا هذا كنا نضربوه بالرصاص نضربوا هذا الكوتيرات بالرصاص الإشارات هذا نضربوهم برصاص نديروا اليمين الرقم تاعنا هذا وين تشوف هذا الشيء هذا عندنا لا حفاية عليها لا لكبوت رافيشتا. التحق المجاهد مزياني الأخضر بالمجاهدين وعمره لم يتجاوز 16 سنة أوكلت له كل المهام العسكرية من هجومات قطع الطريق أمام شاحنات العدو وحفر الخنادق وحتى نصب الكمائن وبث الرعب في قلوب جنود العدو رغم قساوة الطبيعة. أولا المناضلين تاع الثورة كانوا عندنا لهل ما بين نعرفوه يلموا في اشتراكات يلموا في سلاح يلموا كذا وزيد ثورة اندلت في فم الخلقة على 10 كيلومترات تسرى تاعنا يبا ما كانش 10 كيلومتر قصيرة هو اندلت رجع انسان واسمه كما تقول بصحته الحمد لله حنا كنا كان خويا سي علي ربي يرحمه كبير نتاع الدار كبير نتاع بابا راجل علم قرا في قسنطينة عند في معهد بلاديس قرا في تونس الزيتونة كذا جا بوه كان مناضل سياسي عندنا السلاح كنا مخزنينو نخزنوه نصيدو بيه ونستناو واش يكتب رب العالمين ليت نوفمبر 54 جاو المجاهدين خذوا هذاك السلاح او وجاو هادو اللي جاو شباب الجمال واش يكون مني انا وتسالي كيف يديو السلاح حنا واش رانا نديرو يظهر لنا صغير 16 سنه في عمر اصبحت اجل لي اجل خممت تشاورت حتى واحد حكمت برنوصة بشتاء وشربوا الحوكي هكا وانتاخت رحت للجبل دويه يشرب تاع ولاد منصور اللي فيها اخوالي ربي يرحمهم على بالي اللي هذيك الجهه واعره قلت لخالي دمني على المجاهدين هذا في ذيك الوقت يقول في اللاكا قلت واش تسخر انت واش بيك مريض مانيش مريض ضرب قالت يجيش مني قالت ما لا جدوى قال لي تعرف الديار تاعنا تاع جبل بلاصه يقول لها تاع ديار دي وين يعزو في الشتاء قلت له نعم قال لي روح ثم قول له عينك هكا في لاكريطه هادي هاك تشوف
المجاهدين ثم ضحك بهم قلنا ما قال لي حتى واحد نهار دبل تكلت على ربي ومشيت ديسمبر البرد الثلج مشيت وصلت لقاوني زوج مجاهدين قالوا من هو انت؟ قال لهم انا فهكذا ضربوا باش يحاولوا يقول لك هذا بعثته فرنسا ولا هذا بعثه الجيش الفرنسي ولا هذا ضربوا ضربوا انا احنا عندنا في ديك الشجاعة ماهوش كيما شلالين على روحنا هاي جا داولي القيادة بيرحمهم علي بالحاج مزجاني عماري داولي القيادة حاولوا يسجبوني ما كانش يا ماتوا هما مسلطين عليا المشقة نروحو نسقيلهم الماء بالبادن بدونات العسكر غير من هناك تروح بعيد بعيدة نجيب الماء نلمو الحطب باش يطيبو الكساء ما عندناش ما نراش ما نراش رايحين السكان ناكلو نديرو كساء روحنا نزودو دقيق من الكباز من واش يقولو نلمو دقيق من الشعب ونلمو ونديرو الكساء روحنا ولا كانت ما كانت تمر ولا كانت ما كانت سردينة إلى آخره الواحد النهار دار طلعهم يروحو يديرو كمين الكنفة تاع العسكر ايه راحوا حكتهم وما يضربوا هكذا وانا نقصت الكاميون دي زرمي تعسكرين حيث القارة امريكا جبتها خرجت معه وصلت نشوف فيهم يتغمزوا في بعضهم بعض قال لهم هذا ما وش حطم انتا المول حطم انتا رصاص هذا هو الجهيز نتاعي ومشيت مع الجيش ما خلينا حتى جبل من حمر خدو متليلي هذا تاع واش يقولوا جوايه مديوكال بوزكرا من هي جوايه وساعات الجبال هذوك الكل على الحفايا نمشيو نكافحو في تات عادة العدو الاول فرنسا الثاني باللونيش الثالث الطبيعة طبيعة ما كانش شر ما كان الماء يلموها السكان هذوك الرحل المجن لا صحيح ونسقيو فيه البخاخ شرب باش دير باش شرب باش دير الكتانة على فمو باش شرب غدنا هكذا نكافحو درنا كيمن درنا الشلية درنا جبل محمل تاع الممشى جبل جويش الزريعة جويش كنتيس بالرات تبس الزريعة سبع سنين وانا هنا ندور ما رحتش تونس ما خدرش ربي تحكمت تبريشيت قدام مرة تكسرت من رجلي في 57 قعدت داووني المجاهدين في المليان تاع المجاهدين رخاو عليا باللحم تاع الماء يشيولي ويداووني واش من الدواء في الدواء الأحمر العرعار والكليل والشيح تعافيت ولينا هكذا نكافحو ها وجا الاستقلال خانا في باتنا وين تاع الثورة تاع مسؤولين ضباط جيش التحرير ملازمة الله يلبسو هادو هذا الجوم هذا تاع الملازم وهذه مزيطة ها ضربت لي الرصاصة هاي ضربتني هنا في كرش هزو فيها كشمة جدي كسرة وكمشة تاع التمر ولا شوية كرتوش وشوية هاي الكاسكيت كيف سموك لي شعر؟ كيف سموك لي شعر؟ قلتها كبيرة نعاود كل هذا الحاس قلتها هذا عنده وحده وهذه كامل أرعب فرنسا وألحق خسائر بالغة بالعدو
بفضل شراسته في الدفاع عن الأرض، أهمها تدمير دبابة فرنسية وهي سبب تسميته بالأخضر ليشار. أنا هجومي قوة سلاح وشجاعة، ما كنتش يظهر لي هذا كل يموت يظهر لي يكذبوا ما عارف اللي يموت من بارح حتى عشر واحد الله من النهار ظهرت المجاهدين يديروا لكم على بيكاس كامين لكم فجايا متكوت ما على بالناش اتجاه انت راح على الريس ولا راح على بطنة على الصباح عين ربراني درنا رامبيسكات تغانيمين بين فم الغين قاعد هذاك اللي يخرج وين نسب التيتكاري تاع ورنوبا خرجت على الطريق هذي درنا رامبيسكات تما لقينا الكونفاجية كنا نعتقد باللي رايحين يجيبوا خوتي زوج كانوا في السجن تاع تكوت نعتقد باش يجيبوهم من تكوت يديوهم للريش ولا البتنا لقينا الكونفاج قوة بهجوم باش زعما نمنعوهم ونضربو راسك نقتلو راسك هكذا كان الحال حنا نضربو هكذا نشوف ليشار شوفو نتاع ليشار قاعد من البربعة هاذيك باش يدور البياسة توالنا هاك جبت هاذيك سقدتو باش ندور البياسة نضرب العسكر ما نعرف علاش ما نعرف علاش بياسة كبيزة حاملها غير ليشار لحت عليه درنا الديكا بريشار سماوني ليشار بقوة تاع الصحة والهجوم وهذيك الضربة هذي بعد بقيت بالاسم ليشار نظركم ومكتوب في الباط نتاعي الخضر ليشار ندعو ليشار الحمد لله ربي يرحم الشهداء ويرحم المجاهدين الموتى ويحيي المجاهدين ويحفظ المجاهدين الحيين. كانت هذه عينة من كفاح أسد من أسود الجزائر الذين ضحوا بالغالي والنفيس لنعيش نحن بأمن وأمان واستقرار. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.